طبلة تكون منوعة وطيب أكلة منيحة. ماشي مهرجان. ربي سبحانه عز وجل جعلنا الصيام باش نحسوا بالفقراء. فإذا به احنا كل طاولة من الجزائر قاطبة مهرجان تاع ماكلة، حتى لو كان ناكلوها كامل. ولكن واش من سنوات اخرى؟ العام الاول تاعي. واش اختصاص؟ اختصاص التكنولوجيا، ما بعدا نتخصصوا. ربي يبارك. آمين. ربي يبارك. امين. طيب اذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي ذكر فيه الصيام وباقي اركان الاسلام، والله غير سهل. لقوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس. أيوة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة، نعم، وإيتاء الزكاة، نعم، وصوم رمضان، أيوة، وحج البيت لمن استطاع إليه الله سبيلا. الله أكبر، ما شاء الله عليك. شوف هاي هدية. حيوة حيوة ولدي. ياسر 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 ياسر، ربي يوفقك في الدراسة إن شاء الله. آمين. رب العالمين. آمين. تتخرج. آمين. وهذه هدية من قناة الشروق وعمك جلال. ورمضان كريم ولدي. آمين. يعطيك الصحة. رمضان كريم. مبروك عليك ولدي. ربي يبارك فيك. صحة وربي يوفقك في الدراسة نتاعك. آمين. كنتم مع برنامج اقرأ من الجزائر العاصمة، وكان موضوعنا الصيام. هذا أخوكم جلال يحييكم.